كابتن حسام، منتخب مصر بالنسبة لنا لما كنا بنشوف عادل حسام أهلي وراجل بيلعب كل الماتشات مع كل اللعيبة اللي بتلعب أساسي مع المنتخب، ليه ما كانش موجود في منتخب مصر في الفترات الأخيرة كلها؟ مع اني معايا باسبور مصري كلنا زي ما عارفين بيقولوا، مش باسبور نيجيري. وبطاقة. الحمد لله مصري يعني. ما اعرفش، انا في الوقت ده كان من احسن الفترات اللي انا كنت فيها، كان اللي ماسك المنتخب كابتن حسن شحاته، اللي انا بكن له كل احترام وتقدير، وهو عارف على المستوى الشخصي انا بحبه جدا وبحترمه جدا. بس انا كنت في الفتره دي كان لازم الفتره دي حتى لو مش هروح العب اساسي كان المفروض ابقى موجود في المنتخب. بس انا يعني زي ما قلت لك، انا ما احبش مثلا ايه، لو يعني لو انت ما يعني انت لو في بيتك ومش مش لو انا مش لو انت مش عايزني اروح بيتك، انا مش هينفع اقعد ايه اجادل واقول لا انا عايز اروح. فهو بالنسبه لي كان كابتن حسن مش عايزني في المنتخب، او اي مدرب جه، مش كابتن حسن يعني بالذات، اي مدرب كان ماسك المنتخب لو هو مش عايزني خلاص انا كده كده قاعد في النادي وبجتهد وبطلع كل اللي عندي وباخد بطولات الحمد لله في النادي. بس هو مش عايزني خلاص، ما بسعاش للموضوع ده، وبخلي الناس هي اللي بتتكلم ازاي حسام عاشور، زي ما الناس ما اتكلمت في الفتره اللي انا ما كنتش بروح فيها ازاي حسام عاشور ما يتدخلش المنتخب، لا ازاي عاشور لازم يبقى في الفتره دي في المنتخب. بس مش اكتر، بحبش يعني اخد في الموضوع بتاع المنتخب. هل كابتن حسام كل مدير فني بيجي بيبني على المدير الفني اللي قبليه في العناصر واللعيبه اللي ممكن تكون موجوده؟ ممكن، انا يعني انا بستشف في الموضوع كده، اللي هو سمع يعني مثلا ايه او بيقولوا له الناس اللي قريبين مثلا من المدرب، بيقولوا له ده من ده المدرب اللي فات ما كانش بياخده، لا انا خلاص انا مش هاخده. فانا كنت بحس الموضوع ده اللي هو ايه بالسمع، لا ده ما خدوش يبقى انا مش هاخده، اللي بعديه ده ما خدوش لا انا مش هاخده، اللي بعديه لا ده ما خدوش ده انا لا أنا مش هجيبه المنتخب. فانا زي ما قلت لك انا خلاص مش مرغوب فيا في المنتخب، خلاص انا قاعد في النادي بتاعي وزي ما قلت لك باخد بطولات والنادي بياخد بطولات، وانا الحمد لله بشتغل وبعمل كل اللي عليا عشان بطولات اللي انا واخدها دي تبقى اكتر واكتر طبعا ليا وللنادي. قول الو.